بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع اسم من أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مع اسمه تعالى الهادي، وهو اسم من الأسماء التي أوردها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حديثه المشهور: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. ومن أحصاها يعني من تخلق بأخلاقها وتعلق بما يتعلق بها وآمن بكمال الله فيها، فهذا هو معنى الإحصاء. أحصاها يعني أنه فهم معناها ولم يقف عند مبناها، وأنه فهم من وراء هذا المعنى كيف يكون العبد عابدا لله، معمرا للأرض، مزكيا للنفس. أحصاها يعني أنه عرف دين الله والأخلاق التي ارتضاها من خلال هذه الأسماء التي هي عمود التربية، يجب علينا أن نهتم بها وأن نربي أبناءنا عليها. فمن هذه الأسماء الهادي سبحانه وتعالى. إذن يجب علينا أن نلتجئ إليه أن يهدينا سبلنا، ابتداء من الديانة وانتهاء بالرعاية والعناية. فنحن نسأل الله كمسلمين كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة، 17 ركعة فيها، 17 ركعة في كلها اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله الهداية، وهو الهادي، فهو الذي يقدر لنا الهداية، وهو الذي يخلق عندنا الهداية، وهو الذي تسأل منه الهداية. ونستهديه أيضا حتى في أفعالنا كل يوم، ولذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، وقال: ما ضل من استشار وما خاب من استخار. فلنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى وأن نستخيره والخيرة فيما اختار الله. فتصلي ركعتين إذا كنت مهتما بشيء، وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى أقوم الطريقين. أنت أمامك طريقان: تفعل أو لا تفعل، تقدم أو لا تقدم، تحجم. فالإقدام والإحجام والفعل وعدم الفعل احترت فيه وتساوت عندك العناصر، فاسأل الله الهداية: يا رب خيرني. وهذا يقوي إيمانك. قالوا: علامة الإذن التيسير. لما تكون كده يسرت المسألة اللي انت داخل فيها، ما انت بعد ما تصلي ركعتين وتدعو تقوم تتوكل على الله، فوجدت تيسير امشي فيها. علامة الإذن التيسير. بعضهم يرى رؤية واضحة في المنام، هم يبقى في علاقة بينك وبين الله روحية لطيفة تزداد بها إيمانا وتزداد بها رؤية. يقول: رأيت الله في كل شيء. يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعمة مغبون فيها كثير من البشر اللي نسوا الله، ما لهمش دعوة به، لا بيصلوا ولا بيدعوا ولا يريدون شيئا منه، ورجعوا إلى حولهم وقوتهم. هو حر، لكن انت خلي بينك وبين الله علاقة: ادعوني استجب لكم. خلي بينك وبين الله صلة، لأنه سبحانه وتعالى هو الهادي. ليس هاديا فقط في الديانة أن يهديك إلى الحق فيها أبدا، ده هادي أيضا في حياتك اليومية العملية التي تجأر إلى الله سبحانه وتعالى فيها، فيهديك إلى أقوم طريق، ويهديك أيضا إلى أقرب الحلول
رضا عنده. يعني لما تكون في مشكلة امتدعي ربنا: رب وفقني إلى ما تحب وترضى. شوف الدعوة: اللهم وفقني إلى ما تحب وترضى. أنا ما نش عارف مين فيهم بالضبط، ها تساوت الأدلة وتساوت الأفكار، فاهدني فإذ به يهديك ويفتح عليك. ولذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك. لأن من عرف الله فتحت له أبواب كل شيء، ومن جهل الله ونساه أغلق عليه والعياذ بالله معرفة أي شيء، وتراه بفكر عميق لكنه ليس بمستنير. فالله نور السماوات والأرض هو الهادي، والهادي هو البديع والخالق والقادر. ولذلك فالجأ إلى هذا الاسم في دعائك وذكرك تستقم أمورك. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.